البداية من الأردن، فقد اتسعت دائرة الانتقادات والاحتجاج شعبيا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية. في المقابل 14 منظمة حقوقية طالبت الأردن بسحب مشروع القانون، من ضمنها Human Rights Watch وAccess Now وArticle 19. وفي بيان لها قالت المنظمات الحقوقية إن مشروع قانون الحقوق الرقمية يهدد حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة والمتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة والكراهية والقدح والذم على الإنترنت. كما قال البيان أما فيدانت باتل النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فقد قال في مؤتمره الصحفي اليومي في وزارة الخارجية الأمريكية إن قانون الجرائم الإلكترونية المقترح يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا. وأضاف باتل أنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن. كان هذا مما قاله المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل تعليقا على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية. وفي الميدان الأردني كان هناك اعتصام للصحفيين أمام مبنى النقابة في عمان احتجاجا على هذا القانون. نتابع. ستتحول المملكة إلى مملكة خوف وصمت. بعد ذلك إذا أقر هذا القانون سنغلق صفحاتنا جميعا. ما هي الأحداث القادمة حتى تستبقها الحكومة في الأردن؟ يعني من يستطيع أن يزيل الجريمة بجريمة أخرى؟ القاعدة في القوانين الجزائية تقول، مرة أخرى أؤكد، هذا قانون جزائي في مجلس الأمة ويجب أن يصوت بأكثرية الثلثين عشان تصمنا نحن كصحفيون. ستتحول المملكة إلى مملكة خوف وصمت. بعد ذلك إذا أقر هذا القانون أمام مجلس النواب أيضا كان هناك وقفة لتنسيقية أحزاب المعارضة، طبعا اعتراضا على قانون الجرائم الإلكترونية. مجلس النواب ناقش لخمس ساعات بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من قبل لجنته القانونية. الآن نستمع لبعض المداخلات تحت قبة البرلمان. لذلك فإنني أقول أن هذا القانون لا يصلح للدولة الأردنية ولا يصلح للشعب الأردني، وسيزج بالشعب الأردني بمجموعة بالسجون. وأيضا هذا القانون يمثل تراجع في الحريات وضغط على الحريات العامة، ويؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. لا يجوز تشريع قوانين وإيجاد قوانين تؤثر على أي مادة من مواد الدستور. بالتالي اللي بيقرأ قانون الجرائم الإلكترونية هو حقيقة اعتداء، أنا بدي أسميه هو انقلاب على الدستور الأردني. التعليقات ومن ضمنها تعليقات حزب إرادة تتعلق بالتالي: الغرامات فيها غلو وهي عالية ومبالغ فيها ولا تستقيم مع الحالة الاقتصادية ومع أوضاع المواطن الأردني والشعب الأردني. هل إنشاء حساب أو صفحة على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى أشخاص مجهولين وبث من خلالها أفكار وصور خلاعة يعتبر مصادرة للحريات؟ وكثير من هذه الأمور. أنا سيدي مع هذه المادة ومع هذا القانون، مع تحفظاتي على بعض المواد في حينها. التشريعات في الدولة يجب أن تكون كل متكامل. هذا القانون اللي بنظر له بحس أنه مش موجود في الأردن، في سويسرا. أنا فكرت العقوبات بالليرة اللبنانية وتلخبط وحطوها بالدينار الأردني، هذه العقوبات غير منطقية. كما أنه لو كان هذا القانون مخالفا للدستور لخرجت من القاعة فورا ولا صوتت على رده، لكن هذا القانون الحرية
لا تعني الفوضى. الحرية لها حدود. الحريات التي قصدها الدستور هي حرية النقد وحرية إبداء الرأي، لكن لا تصل إلى شتم الآخرين وكراماتهم وأعراضهم. بدون ما نذهب بعيداً، ولن تكون قيداً على الحريات، ولن يكون، حتى وإن كان الشارع سيهيج الآن، والآن السوشيال ميديا ستقوم غاز الذنيبات غاز الذنيبات، الكلام اللي بحكيه هو الذي سيطبق أخواني. لا تصدقوا واحد بينتقد الحكومة أو بينتقد بشر الخصاوني أو بينتقد أبو عبد الله يجي بكرة القانون يقول تعالوا جيبوه جيبوه. جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور لا ترى الحكومة بأنها تمس أو ينتقص منها إطلاقا في مشروع القانون المنظور أمامكم. جوهر الحريات تستند على فكرة حماية جميع الأردنيين، وإلا ننتقل إن لم تكن هناك ضوابط على ممارسة هذه الحرية إلى شريعة غاب، وننتقل إلى مظاهر من شأنها أن تمس السلم المجتمعي وأن تمس السلم الأهلي، وهذه قواعد أساسية يجب أن نحافظ عليها بالنواجذ في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف. القانون لا يتضمن تعريف المصطلحات القانونية التي بني عليها التجريم في سابقة خطيرة وغير مبررة. رئيس اللجنة خالف العرف البرلماني حينما تجاهل دعوة زملائه النواب لحضور اللجنة وأن تشكره، وأنا أيضا أشكره على جهودي، لكن ليس من العرف البرلماني أن يتجاهل زملائه في حضور التصويت على قرارات أو على فقرات هذا القانون فقرة فقرة، وإنما تم التصويت باللجنة لوحدها. من مع القانون بمجمله برفع الأيدي؟ أغلبية واضحة. ترفع الجلسة إلى صباح يوم الاثنين 10:30 صباحا. بالمحصلة أقر وأحيل للنصف الآخر من مجلس الأمة مجلس الأعيان لإقراره. كيف علق الناس؟ رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج عبر في تغريدة بهذه الرسمة كما ترون. أبو محجوب بيقول ارتكب جريمة بالغلط على الواتساب، وصاحبه بحكي له ابعث SMS استرحام وعمل لايك بسرعة. الدكتور سعد الخرابشة أيضا يعلق ويقول هل برزت حاجة الحكومة لقانون الجرائم الإلكترونية بعد أن اضطرت لوقف العمل بقانون الدفاع؟ هكذا يتساءل الدكتور سعد الخرابشة. أما باسل الرفاعي فيقول الهيئات الدينية الرسمية في الأردن وزارة الأوقاف دائرة قاضي القضاء دائرة الإفتاء كلها مطالبة بموقف ديني ليس أكثر في رفض قانون الجرائم الإلكترونية، أقلها أن تعترض على غرامات سب انتقاد المسؤول في القانون المقترح التي تصل إلى 50,000 دينار، فيما غرامة سب الذات الإلهية وإهانة الشعور الديني لا تتجاوز 20 دينارا. نريد فتوى دينية صريحة نصها أن المسؤول الأردني أقل شأنا من الله على حد ما نشر باسل رفايعة. عاطف دلقموني يقول إن هذا القانون جريمة بحق حرية الرأي الذي هو مكفول في الدول المتحضرة. يبدو أنني سوف أبقى في الغربة حيث بإمكاني انتقاد الرئيس الأمريكي وكل مسؤول في الدولة ولن يعترض علي أحد، وعندما أزور الأردن أستخدم الجواز الأمريكي كسائح. أين هذا القانون؟ علي الطراونة يقول حرية الرأي والتعبير من الحقوق الطبيعية التي تنحصر مهمة الدولة في تنظيمها وليس مصادرتها أو تقييدها، بل لضمان الاستخدام المتوازن والمشروع لهذا الحق. قانون الجرائم الإلكترونية اعتداء صارخ على هذا الحق ومخالفة واضحة لعديد من مواد الدستور الأردني وعلى رأسها المبدأ الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات. البروفيسور أنيس خصاونة يقول في حال إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية فإن الحديث عن الديمقراطية والعمل الحزبي والانتخابات الحرة حديث فارغ وللاستهلاك الإعلامي فقط. الإعلامي ياسر أبو هلالة يغرد الناس طايرة بالذكاء الصناعي وجوجل ومايكروسوفت مقطعين بعض عليه وتويتر صار إكس وسيتحول إلى محفظة مالية، والأغبياء لم يواكبوا قانون الجرائم الإلكترونية وطالبوا دولة الرئيس بتوجيه إنذار عدلي لهم حتى لا يتوهقون وتروح ملياراتهم سدى. وأحدث الدراسات تؤكد تفوق الغباء البشري على الذكاء الاصطناعي، هكذا قال أبو هلالة. في نهاية المطاف أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون الجرائم الإلكترونية بمجمله وأحاله إلى
مجلس الأمة كما ورد من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات طفيفة. القانون يضبط موضوع النشر على منصات التواصل بوجه الخصوص، لكن لن يمس حرية الرأي.